آخر الجياد. انطلاقة موفقة أعزاء الجمهور والحضور الكريم، انطلاقة جميلة وقوية للجواد الخور سبرايز سفيان السعدي من الجهة الداخلية أدخان واللوكا مانتيري من الجهة الخارجية محاولة لأجال وألبرتو سانا نقطة 1100 متر، والصدارة جميلة وقوية مع قوارير الزعيم في صدارة جميلة وقوية ملك السيد فيصل بن علي العطية وتخطف في محاولات للحاق وفي وضع اليد أجال علي بن السيد الجفال النعيمي وألبرتو سانا في الترتيب الثالث الجواد خان المهندس طابي رجل الأرض المري واللوكا منتيري في الترتيب الرابع نشاهد الجواد قطر جولد جاسم بن محمد أحمد البادي وصالح المري في الترتيب الخامس الجواد رقم 2 الخور سبرايز والسفيان السعدي في الترتيب السادس الجواد إلاف علي بن سيد النعيمي وعدنان حوا وفي الترتيب السادس الجواد الهدى محمد الناصر الربطاني وأدواردو بيدروزا المنعطف الأول اتجاها إلى المنعطف الأخير تعطى الإعازات من الجهة الخارجية والوسطى بشكل قوي ولا يزال أجال في وضع اليد علي بن سعيد الجفال النعيمي وألبرتو سنة 400 متر على خط النهاية وأجال علي بن سعيد جفال النعيمي وألبرتو سنة بفارق 3 أطوال محاولات للخور سبرايز من اللحق السيد عبد اللطيف حسين زين العمادي وسفيان السعدي ولكن لا أجال مع أجال علي بن سعيد جفال النعيمي وألبرتو سنة. ونتائج الشوط الثاني أعزائي الجمهور والحضور الكريم، جاء بالمركز الأول الجواد رقم 1 أجال ملك سيد علي بن سعيد الجفال النعيمي والفارس ألبرتو سانا والمدرب ماجد سيف الدين مبروك بتوقيت وقدره 1:37 و67 جزء من الثانية. في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم 2 الخور سبرايز ملك سيد عبد اللطيف حسين زين العمادي والفارس سفيان السعدي. في الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 7 قطر جولد ملك سيد جاسم بن محمد أحمد البادي وصالح المري. وفي الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 8 الهدى ملك سيد ناصر محمد راشد الرمزان النعيمي والفارس الدوارتو بيدروزا. وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 3 دخان ملك المهندس طابي راشد الأرض المري والفارس لوكا مانتيري. ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة وحظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ. أعزاء الجمهور ابقوا معنا مشاهدة ما تبقى من السباق وكأس الغرافة.